أولا مساء الخير يا أستاذ أحمد، مساء النور، يا رب يكون بخير وكل سنة وحضرتك طيب حضرتك دايما بخير. وكل المشاهدين والمستمعين. النهاردة يوم خير وبركة كده، يوم قادرون، تشريف فخامة الرئيس، والحقيقة سمحته، ويعني هو بيحس بولاده دول قوي وهم بيحبوه جدا في علاقة تبادلية. احنا يعني بنفخر من الرسالة. هو دايما بيكون يوم قادرون يوم جميل مبكي ذات فكاهة وله رسالة، ثلاث حاجات في بعض كده يعني. نتكلم على أبطالنا الرياضيين كمان النهاردة، والتكريم وسيادة الرئيس موجود معاهم وكل الدنيا كانت النهاردة بتحييهم كمان. بص حضرتك، احنا بنتكلم على موضوع، الموضوع من 2014 بدأ، هو اهتمام فخامة الرئيس وقال دول ملايكة، وحضر يعني أول التقاء لولاده دول. والاهتمام الدولة المصرية بدأ في كل القطاعات، في التعليم، في الثقافة ليهم، في رياضتهم، في تعادلهم مع المجتمع، في الاهتمام بالأسرة، الأب والأم اللي عندهم واحد من قدرهم. وتبدل الحال في عدد السنوات من الخجل، إن إحنا عندنا يعني ابن عنده توحد أو ابن عنده إعاقة ذهنية، إلى تباهي إن أنا عندي بطل، وعندي ابني في الجامعة، وعندي ابني في النادي، وعندي ابني بيعرف موسيقى وبيغني، وعندي ابني بيلقي شعر مهما كانت شكل الإعاقة. هي رسالة جاية كده، لأن هو ولادنا أصبحوا بهذا الشكل، بطل عالمي ورا دولة، وعنده حضرتك شوف الأصوات اللي موجودة اللي بتغني، شوف صوتها عامل إزاي، يعني شوف جمال والطبيعة صحيح عاملة إزاي. وكمان يعني الابن الفلسطيني وكلامه مش عبد الله سهل، كحيل. ويقول لا، ويقول كمان صح. يعني انا قالوا لي ممكن تروح فين في اي حته، لا انا اخترت مصر صحيح. ورجعوا لي رجلي. شكرا للمدرسه الطبيه المصريه والدعم المصري لاخواتهم واشقائهم. لكن النهارده يوم جميل ويوم كله الدعم بركه. سياده الوزير اللي بكل الابطال وحتى اللي بكل اولادنا كمان، الدعم اللي ليهم ده تاثيره ايه يعني؟ وحضرتك بتقعد معاهم بتتكلم معاهم وبتروح لهم معسكرات وبتتابع معاهم، الدعم ده بيمثلهم ايه؟ بصوا دول ملايكه ما حسيتوش بيه قوي، انا بتكلم على الاعاقات الذهنيه. يعني ما لهمش طلب يعني معين، لكن احنا يهمنا ان هو يعني حتى لو جاب بطوله العالم احنا بس نشترك. يعني بيلعب العاب قوه، بيلعب سباحه، وبيلعب، وفي اهتمام وفي مدربين.